الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هو ينفع عيل صغير لسه ما بلغش يصلي بالناس؟ والله يعني علمي اني لا. بس الحاجة دي يعني نسأل فيها امام المسجد الدكتور محمد، ونسأل الدكتور محمد فيه ماشي هل صحيح ولا مش صحيح. هو صح كده، امام المسجد نسأل. موجود نسأله. الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا، ازيك حاج عباد؟ يا اهلا وسهلا، يا مرحبا. هو حضرتك بسأل عم الحاج السيد، هو ينفع ان عيل لسه ما بلغش صغير يصلي بالناس امام؟ نعم. والولد دوت حافظ القران ولا مش حافظ؟ هو حافظ الفتحه بس، هو حافظ يعني. بس يعني هل هو يجوز ان العيل الصغير يقوم الناس الكبار؟ طالما قلت الحاج عبد القادر، قلت له انا يعني كرأي لا يجوز، انما نسال فيها فضيله الدكتور محمد امام المسجد. نعم. دلوقتي يا جماعه سؤال، هل يجوز للطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم ان يؤم الناس في المسجد ولا لا؟ في هذه المسألة اختلف العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال يجوز أن يؤم الطفل الصغير الذي لم يبلغ الناس في الفرض والنفل، بشرط أن يكون أقرأهم لكتاب الله، يكون أحسن واحد فيهم وحافظ لكتاب الله ويقرأ قراءة متقنة، في هذه الحالة يجوز أن يؤم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى. وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى، واستدل بحديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قال يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله. وقال عمرو بن سلمة وهو طفل صغير يقول أممت الناس وأنا ابن 6 أو 7 سنوات رضي الله تعالى عن الجميع. فهذا هو الرأي الأول، أنه يجوز للطفل الصغير أن يؤم الناس بشرط أن يكون هو أحسن واحد فيهم، هو أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى. القول الثاني وهو قول جمهور العلماء، قول مالك وقول أحمد وقول أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جميعا، أن الطفل الصغير لا يجوز أن يؤم الناس إلا في صلاة النوافل فقط. واستدلوا بحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم أي التكليف عن 3، وذكر منهم عن الصبي حتى يبلغ أو عن الصبي حتى يحتلم. والقول الثالث هو قول أبي داود، قال أبو داود لا يجوز للطفل الصغير أن يؤم الناس مطلقا، برضو استدل بحديث سيدنا الشافعي رحمه الله تعالى يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، قال وهذا أمر للبالغين فقط. ولكن عند النظر إلى هذه الأدلة وهذه الأقوال نجد أن أرجح الأقوال هو قول الإمام الشافعي. وحديث علي رضي الله تعالى عنه الذي استدل به جمهور الفقهاء إن يفهم منه أن الصبي لا يكتب عليه الخطأ، لا يكتب عليه ما ارتكبه من المعصية لأن القلم لم يجر عليه، لكن لو الصبي حج يكتب له الثواب ولا ما يكتبش؟ يكتب له الثواب، لو الصبي صلى يكتب له الثواب. وأما استدلال الإمام أبي داود رحمه الله تعالى فإنه استدلال ناقص، لأن الحديث مطلق ولم يأتي ما يقيده بكونه للبالغين. فأرجح الأقوال أنه يجوز للطفل الصغير الذي لم يبلغ الحلم إذا كان أقرأ الناس وأعلمهم بالقراءة والأحكام، أحكام التجويد، أن يصلي بالناس إذا كانت إذا توفر فيه هذا الشرط. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير.